تفوزون هنا المنتخب الجزائري امام نظيره الجنوب افريقي. قرا الى فوز غول مباشره الى عيسى مندي. هنا ممكن جول الانطلاقه، هنا ممكن جول، التوزيع الى ابراهيمي، جول. الجزائريين ما يموتون، خليني اعلق واسفق على اهدافي. شوف يا سلام، شوف الارتقاء من بنفضيل في ظهر اللعب الجنوب افريقي. تمرك سلمان مرة أخرى والانطلاقة من هناك حذري من عيسى ماندي. هيلا طلبها غلام، هيلا غلام مر، هيلا من غلام، با 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 با، هذا بلا، جول 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 جول، الله أكبر، الجزائر إذلال فعل والرجال، هدفين مقابل هدف. قلت لكم بأنه غلام راح يكون الحل، قلت لكم بأنه غلام غلام المدافعون راح يكونون الحل في هذه المباراة. كرة الوابل خازري، وابل خازري مر مرة أخرى، يوسف المساكني، يوسف اللي وسع، وشيخاوي، جول! يا الأولاد يا الأولاد، في الشباك حطها له، ما غدرتش على باله، تونس بلاد أجدادي وأجدادي. نعم زميلي محمد جمال، مرة أخرى، الآن هنا بمونغومو، حرارة مرتفعة جدا 35 درجة، كريستيان جوركيف عقد الآن ندوة صحفية، وعقد أيضا اجتماع طارئ باللاعبين. كريستيان جوركيف أكد على الهجمات المرتدة، قال للاعبيه احتفظوا بالكرة في وسط الميدان قدر الاستطاعة لتخفيف الضغط عن المدافعين. الآن مرة أخرى إمكانية الوانتو، الوانتو من المنتخب الجنوب افريقي. يا حليش مرة أخرى، حليش واللي السابة الأولى، السابة الأولى ضد مرمى، ضد مرمى أنجولا، ضد مرمى أنجولا. هيلا والانطلاقة من هناك إلى فوزي غلام، مرة أخرى فوزي غلام، يا غلام عذري، ويا غلام عذري عذري عذري، قلت لك عذري يا غلام. تحولت الكرة إلى محمد النني، النني حط كرة لصلاح، صلاح مرة أخرى، يا جميل ويا جميل، حط له كرة على شماله، صلاح المحمدي، أوبو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا إمبراطور يا المحمدي. في المحور إبراهيم عفلاي، منير الحمداوي، وكذلك لاعبي أياكس أمستردام مرة أخرى. إذ ميوراغ ذمذادين، مرحبا بكم. إذ ماغور بطولة ديال الجزائر، كل ذال الجوازاغ الجولاغ نتاع الثالثة، كي الملعب ديال بومزران امتلاء، كو ذال بوراغ للحدوتافا. العتيبي العتيبي إذ ميوراغ، الله من هناك. إذن هزار حط كرة عرضية، هزار مرة أخرى، هزار إمكانية المرور، هزار يمر يا إلهي، يا هزار، جميلة جميلة جميلة. هزار لم يكن رحيم بوسط بروميتش ألفيول. الاستلام بنزيما مرة أخرى، المطالبة إسكو، إسكو إلى الاستلام مرة أخرى، بنزيما، بنزيما عرض، رونالدو يضرب، يا رب استفزه بلاتر، فقرر ان يعاقب الجميع. اللواء الكمندر هو من يدافع، هو من يهاجم. نعم شكرا فارس عوض. الان عودة الى زميلي جون. جون، ريال مدريد قدم مباراة، او عفوا قدم الشوط اول ممتاز. كريستيانو خاصة بعدما استفزه رئيس الاتحادية، كريستيانو نشاهده يتحرك عكس المباراة الماضية أمام فالنسيا. يا صفقة، نعم هذه المباريات مثل هذه مباراة ريال سوسيداد، نجد الفريق الخصم ريال سوسيداد يدافع أكثر من اللازم، وعدم الاحتفاظ بالكرة هو ما سيسهل المأمورية لفريق ريال مدريد. ما تجسد ذلك الهدف الأول والثاني عن طريق كريستيانو وكريم بنزيما.
قديمة. نعم شكرا زون الوقت ليتشي ذاهب للفوز. نعم شكرا. الآن أخبار رياضية والروبورتاج عن الملاعب الإيطالية. حسين ياسين. أليغري ليست لديه الحلول. بولي يصاب. عاود 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 هذا من الأول. الآن مع زميلي حسين ياسين جولة حول الملاعب الإيطالية. دربيات مثل دربيات جاتوزو وكامورانيزي، غابت دربيات ماتيرازي، الآن دربيات أطفال صغار يلعبون. ميلان سيقول كلمته وسيؤكد فوزا مؤخر من كالياري.